الذكر أن قرية مساحة المقدس هي حالة خاصة وخاصة جدا، يحتويها على حالات يعني أسر ذوي حالات خاصة تصنف بحالة خاصة. لماذا؟ لأنها يعني فيها تحتوي على طبقات هشة من السكان. السكان أولا عندهم يعانوا أولا وقبل شيء من السكن. السكن كما قلت أن الأسرة السكان سكان قرية مساغة تحتوي على أسرة نووية يعني ذات النواة، يعني مازال سكن مع جده مع أبوه مع خاله إلى آخره. يعني هذه أولا ظاهرة هنا الشبان، لما تشوف الشاب عنده 35 30 سنين تاع طايحين. أنا خلعت كي شفت قاعد تقرا نشوف يعني هذه باش هذه الظروف ما كان لا آمن لا تنمية لا مسؤول هنا يدير يعني يجي ويدير هنا يدير زيارة ميدانية ما كان والو. هذه المنطقة تحسب باللي هذه القرية عندها علمها وحدهم بعدهم شعبهم وحدهم، يعني نعانوا ما تهنيش إلى أقصى حد. يعني حنا نتمنوا الشركاء اللي أنت لا راهي أنت قرية مساغة يعني نحكي لكم معاناة يعني هذا هو اللي جاوب هنا باش ندير. يعني هذا الرأي تاعه من الرأي تاعنا من رأي الجميع، يعني نكبر على بعضنا بعض ما نهضرونيش ما نبقاش ثقة. يعني حنا نبدو الكارطة تاعنا نمشيو نفوتو ونطالبو المسؤولين والأعضاء التاوعية يعني كل كان جديد، ولكن لا شيء لا حياة لا تنادي. نفس الوعود نفس يعني الوقت مشى عام عامين تجي خمس سنين تكمل في الكوطة يعني وخلاص ما كان والو ما كانت حتى حاجة جديدة. وين راه الوعود وين راه يعني الالتزامات تاعو وين راهم؟ ما كانش يعني حتى كان مسؤول وين راه؟ اما ان تغير يعني شيء تحديد شيء ولا تبخر. شكرا. لا راك هنا متقدم ولا ما تشقد مسؤوليه وخر خلي الناس كامل يخدموا.